السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا مادة اكتشف للصف الثاني الابتدائي، وما زلنا مع بعض في الفصل الثاني اساعد بيئتي الطبيعية. عندي الكلمة الجديدة اول، وهنبتدي مع بعض الدرس السادس. جايب لنا الكلمة الجديدة، فكر في تعريف الخاص بالكلمة الجديدة. الكلمة الجديدة عندنا كلمة الايه؟ المشرف. معنى كلمة مشرف ايه؟ المشرف ده هو الشخص الذي يحافظ على البيئة. واحنا عندنا برضو سنة تانية في المدرسة، انت عارفين ان احنا عندنا مشرف، ده بيحافظ على بيئتنا، بيئة المدرسة. يقول مثلا الفصل ده عنده مدرس مش شيماء، او عنده اي مدرس تاني مثلا، ده كده بينظم ويحافظ على البيئة اللي احنا موجودين فيها. وانا جايبة رسمة بسيطة ان في مشرف واقف في النص وبيوجههم لايه؟ للصواب. الجمل التي ترد فيها الكلمة الجديدة، أنا كتبت يعمل حسام مشرفا لحديقته. أنا كتبت مثال لده. عندك مثال تاني ممكن تكتبه، شوف الصفحة اللي جنبيها. المشرف الجيد، اقرأ القصة، انظر إلى الشكل، فكر في الشكل وأنت تقرأ، ضع دائرة حول الكلمات التي لا تعرفها. يشرف حسام، تعالوا نقرأ مع بعض كده. يشرف حسام على حديقته. يقول حسام لنور وهما في الطريق إلى المدرسة: رويت اليوم النباتات ويجب ريها دائما. تفكر نور فيما قاله حسام، ثم تقول إننا نعلم عن عملية التصميم الهندسي في المدرسة. هي حسام بيحكي لها كل يوم إن هو بيروي الحديقة بتاعته، فهي نور بتفكر في كلامه، بتقول طب إحنا بناخد حاجة اسمها عملية التصميم الهندسي. سأصمم منتجا لري النباتات. قالت لا، أنا ممكن أصمم منتج يروي النباتات لحسام. يسأل حسام كيف تفعلين ذلك؟ تجيب نور: أتساءل كيف يمكنني المساعدة في ري النباتات، ثم أفكر في الأفكار والموارد المستخدمة. يسأل حسام ماذا يحدث؟ تجيب نور: أضع خطة ثم أرسم التصميم وأقيسه ثم أصنعه من أجلك. يسأل حسام هل أخذه إلى المنزل؟ تجيب نور وهي مبتسمة: ليس بعد، أجري تجربة للتأكد من أنه يعمل جيدا، أقوم بتحسينه إذا أمكن، ثم يمكنك أن تأخذه إلى المنزل. يبقى أنا المشروع عندي أول حاجة فوق في الدايرة سنة تانية الفكرة، يبقى أنا لازم يكون عندي فكرة. طلعت عندي الفكرة، لازم يبقى عندي مواد مستخدمة اللي هستخدمها للفكرة. عندي خطة، ما ينفعش أبتدي أنا معايا فكرة ومواد مستخدمة، لازم أحط خطة همشي عليها. بعد كده عندي التصنيع، أصنعه. بعد كده التطوير، بعد ما صنعته لازم أجربه، أشوف هل فعلا هو مش كويس، هل هو مفهوش حاجة غلط. لو فيه هعمل تطوير. نقلب مع بعض الصفحة كده. اختر سؤال للبحث ثم سجل الإجابات التي تجدها. احنا دلوقتي هنعمل بحث، وليكن مثلا بحث عن النحل. ازاي؟ هقول كده: ما هي النباتات التي تجذب النحل؟ اعرف الآن، انا عملت سؤال دلوقتي، عرفت النحل يفضل الزهور التي توفر النيكوتين، دي مادة اسمها النيكوتين، يتغذى النحل على رحيق الزهور. طيب تحت جايب لك ايه؟ يساعدني هذا في جذب النباتات او حمايتها، بسبب تساعدني خلية النحل في تكوين العسل بداخلها، وتعيش النحل بداخلها وتكوين ملكات. ده بيساعدنا طبعا ان احنا بناخد العسل من النحل. وبكده نكون خلصنا الدرس السادس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.